بصراحه قبل ما نقولوا تظلمنا احنا كنتحسروا صراحه كتحسر على ضياع اللقب، ولكن اللي مهم في هذا الشيء هو انك اللقب خسرتيه انت بيدي. قبل ما تحكم على الظلم خاصك انت بعدا راه ضيعتي اللقب انت بيدي. معليش نبغوا نتمنوا من الله نستثمروا في هذا الشيء حيت مازال تابعنا لاكوب، والعام الجاي ان شاء الله قريب هذا الشيء راه الصيف وجايه عصبه الابطال الافريقيه. وصراحه واحد كلمه شكر للمسؤولين ديال الملعب البلدي بقريطره اللي صراحه وفروا الظروف ان الجيش الملكي يستقبل في المدينه. شكرا للجمهور اللي صراحه كيضحي بوقته وكيضحي برزقه على اساس باش يشجع هذا الفريق. هذا فريق الجيش الملكي وراه فريق ديال المغاربه كاملين. ومن هذا المنبر هذا كنبغي نشكر اللاعبين، صراحه شفنا انهم داروا مجهود ديالهم ولكن تيقول واحد المثل فوق طاقتك لا تلام. الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. كره القدم هي هذه، فيها انتصار فيها تعادل فيها خساره. قدر الله ما شاء فعل، ضيعنا البطوله، استياء كبير لدى الجماهير العسكريه. حنا جينا واخا واحد الاحباط كبير عند اللعابه عند الجماهير، وجينا دعمنا الفريق، قلنا ربما يكون واحد شيء من النزاهه في المقابله الاخيره. حنا ما شفناش المقابله ديال المنافس، ما نقدرش نحكموا على التحكيم. على كل حال الدراري داروا اللي عليهم، ضيعنا البطوله. البطوله كما عرف الجميع ضاعت لنا البطوله ماشي بالكره، ضاعت لنا البطوله بالفساد الكروي. حنا كنقولوا ان شاء الله باقي ان شاء الله الخير، ونتمنى من الله ان كما قلت الناس الاداره يزيدوا يستثمروا في هذا الشيء، لانه ان شاء الله خير على الفريق. والمرتبه الثانيه من بعد الفوز ديال اللقب السنه الماضيه هو ماشي بسهل. وشكرا للجميع. شنو واحد الالتفاته زوينه من الجمهور ديال الجيش اللاعبين في اخر المباراه. وصراحه هذه الالتفاته هذه راه تقالت هي كانت واحد سيف ماشي ذو حدين، ولكن سيف ذو حد واحد. هو كانت قبل من المقابله كانت واحد التشجيع، وصراحه حتى اللعابه تيحسوا ان الجمهور راه قريب لهم. جمهور ديال الجيش الملكي هو هذا جمهور اللي جمهور عريق. الحمد لله بدا تيتصنع واحد الجمهور ديال المستقبل. وصراحه انا كما قلت لك ما شفناش الحمد لله اليوم شفتي الجمهور ديال الجيش الملكي رغم الخساره رغم ضياع اللقب، ولكن دون حاله شغب. كنعاود جدد الشكر ديالي للمسؤولين ديال مدينه القنيطره، الجمهور، اللاعبين، الاداره دارت المجهود ديالها. الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، وديما عسكر حتى القبر. حنا عندنا امل كبير في اللعابه كما قلنا، ان شاء الله عندنا واحد الامتياز اخر ان شاء الله باذن الله في كاس العرش، وهذا هو الحلم ديال الجماهير العسكريه باش نحرزوا على هذا اللقب ان شاء الله ويبقى في خزينه فريق الجيش الملكي. خرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.